السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرة من محاضرات مادة تمريض البالغين لطلبة المرحلة الثانية بالنسبة لطلبة كلية التمريض، إحدى المحاضرات الداخلة بالامتحان التقويمي. محاضرتنا بعنوان ديرماتايتس اللي هو التهاب الجلد. ديرماتايتس is a general term that describes an inflammation of the skin. هو عبارة عن مصطلح عام يصف التهاب الجلد. There are different types of dermatitis. هناك عدة أنواع مختلفة من التهاب الجلد. And each may need a different medical intervention. طبعاً كل واحد من هذه الأنواع يحتاج إلى تداخل علاجي أو طبي مختلف. Dermatitis can affect the patient comfort and body image. بالنسبة لالتهاب الجلد يمكن أن يؤثر على راحة الإنسان بالإضافة إلى صورة الجسم. مثل ما ذكرنا هناك أنواع مختلفة لالتهاب الجلد. هنا بهاي المحاضرة راح نتناول الديرماتايتس بصورة عامة. راح نذكر الأنواع كل نوع على حدة، لكن إحنا راح نتناول الموضوع بصورة عامة. Causes of dermatitis بالنسبة لمسببات التهاب الجلد. أولاً skin infection caused by staphylococcal or streptococcal bacteria. إذن هو التهاب الجلد بسبب مسببات البكتيريا بمختلف أشكالها. اثنين عندنا dry skin جفاف الجلد. Immune system dysfunction ضعف أو اضطراب بالجهاز المناعي. Gene mutation طفرة جينية أو وراثية. Contact allergens اللي هو التلامس مع المواد المسببة للحساسية. Allergy to food or dust الحساسية لبعض الأطعمة أو الأتربة. Cleaning products مواد التنظيف perfume العطور lotion cream and other chemical substances. كل هاي المواد الكيميائية يمكن أن تؤدي إلى التهاب الجلد. Other plants allergen كذلك بعض المسببات النباتية ومسببات الحساسية النباتية كذلك يمكن أن تؤدي إلى حصول حالة الديرماتايتس اللي هو التهاب الجلد. The risk factors for dermatitis بالنسبة لعوامل الخطورة للإصابة بالتهاب الجلد. أولاً عندنا الأيج العمر. Some forms of dermatitis such as atopic dermatitis start during infancy. بالنسبة لبعض أنواع وأشكال التهاب الجلد مثال عليها الأتوبيك ديرماتايتس التهاب الجلد التأتبي يمكن أن يبدأ من أو الطفولة ويبدأ من الطفولة. Other types can happen at any age. الأشكال الأخرى يمكن أن تحدث في أي عمر. Allergy الحساسية. Family history of eczema allergy or asthma. إذا كان هناك تاريخ مرضي عائلي للأكزيما أو الحساسية أو الربو. Existing medical condition إذا كان هناك طبعاً إصابة ببعض الحالات المرضية أو الأمراض المزمنة such as HIV human immunodeficiency virus اللي هو فيروس نقص المناعة مثال عليها اللي هو الإيدز and Parkinson disease اللي هو مرض الرعاش increase the risk for seborrheic dermatitis اللي هو تزيد من خطورة الإصابة بالتهاب الجلد الدهني. Clinical manifestations of dermatitis العلامات السريرية لالتهاب الجلد. Most types of dermatitis manifest through the following signs and symptoms. معظم أنواع التهاب الجلد تتصف بالعلامات والأعراض الآتية. أولاً erythema or redness of the skin اللي هو احمرار الجلد. Swelling of the affected skin area تورم في منطقة الجلد المتضررة. Rash طفح جلدي. Itchiness اللي هو حكة. هاي طبعا علامات وأعراض عامة. هناك بعض الأنواع تتصف بمسائل وأعراض وعلامات أخرى بالنسبة للأنواع المختلفة من التهاب الجلد. صور توضيحية لأشكال مختلفة من التهاب الجلد والعلامات والأعراض المختلفة لالتهاب الجلد. Types of dermatitis أنواع التهاب الجلد. أولا contact dermatitis التهاب الجلد التلامسي. Atopic dermatitis التهاب الجلد التأتبي. Seborrheic dermatitis التهاب الجلد الدهني. Stasis dermatitis التهاب الجلد الركودي. وأخيرا dermatitis herpetiformis اللي هو التهاب الجلد الهربسي. صور توضيحية لأنواع التهاب الجلد اللي ذكرناهم بالستايل السابق هذا الأتوبيك كونتاكت والسيبوريك والستاسيس والدرماتيتس هيرباتوفورمس. Atopic dermatitis اللي هو التهاب الجلد التأتبي commonly called eczema عادة ما يسمى أو أكثر شيوعا هو حالة الأكزيما is a chronic inflammatory allergic skin disorder هو عبارة عن اضطراب جلدي تحسسي مزمن والتهابي that is triggered by environmental factor غالبا ما يحدث أو ينتج ناجم عن عوامل بيئية.
More than half of patients are also affected by asthma, allergic rhinitis and food allergy. أكثر من 50% من المرضى كذلك مصابين يكونون بالربو والتهاب الأنف التحسسي والحساسية الغذائية. It often begins with small red pruritic papules that stimulate intense itching. وعادة أو غالبا ما يبدأ هذا النوع من الاضطرابات أو الالتهابات بحطاطات حمراء حاكة تؤدي إلى أو تحفز لحكة شديدة leaving erythematous excoriated area of skin وتترك بالتالي مناطق حمراء ومتقشرة من الجلد. Atopic dermatitis بالنسبة لالتهاب الجلد التأتبي in adult often occur at the hands, wrist, elbows, knees, ankles, face and neck. غالبا بالبالغين يحدث في مناطق اليدين والمعصمين المرفقين الركبتين الكاحلين والوجه بالإضافة إلى الرقبة. Contact dermatitis التهاب الجلد التلامسي is an acute or chronic skin inflammation هو عبارة عن التهاب الجلد المزمن أو الحاد that result from direct skin contact with chemicals or allergens ينتج طبعا بسبب التلامس المباشر بين الجلد والمواد الكيميائية أو المواد المسببة إلى الحساسية. There are four basic types هناك أربع أنواع بالنسبة لهذا النوع من التهابات الجلد. أولا allergic الحساسية irritant المهيجات phototoxic اللي هو الضوئي السام أو السامة الضوئية and photoallergic أو الحساسية الضوئية caused by excessive exposure to or addictive effects of irritant طبعا يحدث بسبب مثل ما ذكرنا التعرض المستمر أو المفرط للتأثيرات الإضافية من المهيجات المسببة إلى الحساسية مثل soaps الصابون detergent اللي هو المنظفات organic solvents اللي هي المذيبات العضوية. Seborrheic dermatitis التهاب الجلد الدهني Seborrhea is excessive production of sebum اللي هو معناها مصطلح يشير إلى كثرة إنتاج الدهن Secretion of sebaceous gland اللي هو إفرازات الغدد الدهنية which typically occur in area where sebaceous gland are normally found in large numbers such as face, scalp, dandruff, eyebrow and eyelid. طبعا عادة ما يحدث هذا الالتهاب في المناطق اللي تواجد بها الغدد الدهنية بطبعا عدد كبير مثال عليها الفيس اللي هو الوجه سكالب فروة الرأس داندرف الالتهاب الشائع اللي هو التهاب قشرة الرأس أو وجود قشرة الرأس وبالنسبة للجفون والحواجب. Seborrheic dermatitis بالنسبة لالتهاب الجلد الدهني is a chronic inflammatory disease هو عبارة عن مرض التهابي مزمن بالنسبة للجلد with a predilection for area that are well supplied with sebaceous gland طبعا مع الميل للمناطق او المكانات اللي موجودة بها الغدد الدهنية or lie between the skin folds او اللي تقع بين ثنايا الجلد where The bacterial count is high. طبعا المناطق التي تحتوي على عدد كبير من البكتيريا. Stasis dermatitis التهاب الجلد الركودي is an asthmatic eruption that occur on the lower legs of patient with compromising circulation. هو طفح جلدي يحدث في أسفل الساقين للمرضى اللي عندهم مشكلة أو ضعف في التروية أو الدورة الدموية. The skin suffers from lack of nutrients, become very dry and prickles. طبعا المشكلة بالجلد راح يصير عندنا قلة في وصول العناصر الغذائية وبذلك سوف يصبح الجلد جافا وهشا. It's a very common in patient with diabetic. هو هذا طبعا نوع من أنواع التهاب الجلد يكون أكثر شيوعا عند المرضى المصابين بالسكري. النوع الأخير هو الديرماتيتس هيرباتي فورمز اللي هو التهاب الجلد الهربسي is a chronic intensely itchy blistering skin manifestation of gluten sensitive enteropathy هو طبعا نوع من التهاب الجلد اللي يعتبر مزمن ومن المواصفات مالته والاعراض انه هناك حكة شديدة وتقرح في الجلد السبب مالته هو بسبب اعتلال الامعاء الحساس للجلوتين
كذلك commonly known as celiac disease المعروف باسم مرض الاضطرابة الهضمية. Assessment and diagnostic findings بالنسبة لأمور التقييم والإجراءات التشخيصية. أولا taking a medical history من خلال أخذ التاريخ المرضي family history التاريخ العائلي and history of any previous allergy وتاريخ أي مشكلة تحسسية سابقة and performing physical examination ومن خلال تنفيذ أو إجراء الفحص البدني of the affected portion of the skin بالنسبة للجزء المتضرر من الجلد. ثانياً blood test اللي هو إجراء الفحوصات بالنسبة للدم راح نبحث عن مسألتين. الأول هو level of eosinophil مستوى كرات الدم اللي هو الإيزينوفيل levels of molecule called IgE antibody بالنسبة للأجسام المضادة IgE موضوع متعلق بالتحسس cultures of the lesions to identify the infective agent بالنسبة لعمل زرع لمكان الإصابة بالجلد لمعرفة ما هو المسبب المرضي patch test اللي هي واحدة من الفحوصات on the skin to suspected agent may clarify the diagnosis حتى من خلال نستوضح أو الأمور المتوقعة أو المسببات المتوقعة لمعرفة التشخيص allergic skin test من خلال فحوصات الجلد للحساسية والskin biopsy اللي هو أخذ خزعة من الجلد صور توضيحية للفحوصات منها patch test اللي هي فحوصات البقعة وضع مواد كيميائية لمعرفة ما هي المهيجات أو المسببات لالتهاب الجلد allergy skin test كذلك حقن مواد تحت الجلد لمعرفة ما هي المواد اللي تسبب حساسية skin biopsy أخذ خزعة من الجلد والسكين كلتشر هي عبارة عن الحصول على مسحة من الجلد لعمل زرع لمعرفة ما هو المسبب المرضي للحساسية والتهاب الجلد Complications of dermatitis بالنسبة للمضاعفات المتوقعة لالتهاب الجلد أولا Formations of open sores through scratching اللي هو تكون تقرحات مفتوحة في الجلد نتيجة للخدوش أو الحكة المستمرة Worse skin infections حدوث التهابات الجلد الشديدة Low moods اضطراب بمزاج الشخص Disturb self-image كذلك اضطراب بالصورة الذاتية الشخص or others mental health problem أو حدوث بعض المشاكل العقلية أو النفسية للمريض prevention بالنسبة للإجراءات للوقاية من حصول التهاب الجلد the patient should avoid irritants allergen and excessive heat and dryness and by controlling perspiration يجب على المريض تجنب المهيجات ومسببات الحساسية بالإضافة إلى الحرارة الشديدة والجفاف بالنسبة للجلد بالسيطرة على حالة التعرق. Bath should be short in tepid water. بالنسبة لفترة الاستحمام تكون قصيرة باستخدام الماء الفاتر. Deodorant soaps should be avoided. بالنسبة للصابون المزيل لرائحة العرق يجب أن نتجنبه. Mild superfatted soaps are recommended instead. بالنسبة ليوصى باستخدام الصابون الخفيف فائق الدهن. Dry skin can be lubricated with creams, oils or ointment as appropriate. الجلد الجاف أو جفاف الجلد هاي الحالة نقدر نزيتها وشحمها باستخدام الكريمات أو الدهون أو المرعى. Medical management الإجراءات العلاجية أو الطبية. أولاً pharmacologic therapy بالنسبة للعلاجات الدوائية. For dermatitis usually consists of lotion, creams and oral medication. بالنسبة للعلاجات الدوائية لالتهاب الجلد عادة ما تكون اما مستحضرات لوشن كريمات او احتمال ادوية تؤخذ عن طريق الفم. مثال عليها طبعا الهيدروكورتيزون is a corticosteroid may prescribe to combat inflammation in the local area. يستخدم طبعا هذا النوع من الكورتيكوستيرويدات لعلاج الالتهابات في بعض المناطق او الموضعية والالتهابات في المناطق الموضعية انتي هستامين احتمال نحتاج الى مضادات الهستامين خصوصا بالحالات الحساسية الشديدة بارير كريمز بعض الكريمات اللي تعتبر عمل واقي او حماية لطبقات الجلد تعتبر حماية للجلد واخيرا انتوبايتكس استخدام المضادات الحيوية اما تكون topical موضعية or oral antibiotic او مضادات حيوية تؤخذ عن طريق الفم may be used to treat secondary infection
قد تستخدم كذلك لعلاج الالتهابات الثانوية. To avoiding the irritant. ثانيا تجنب المهيجات. The key is to identify the substance that causes the rash so that is that it could be avoided. الموضوع الأساسي من هذا الطريقة اللي هو التعرف على المواد اللي تؤدي إلى حصول الطفح الجلد وبالتالي يمكن تجنبها. ثلاثة هو الفوتوثيرابي. To calm their immune system. العلاج الضوئي لتثبيط أو السيطرة على الجهاز المناعي. أربعة medicated baths اللي هو الحمامات الطبية. Are prescribed for larger area of dermatitis. توصف للمرضى اللي عندهم طبعا مساحات كبيرة من التهاب الجلد. Nursing management. الخطوة الأولى هي الأسسمنت التقييم. Obtain a details history of the patient condition. الحصول على التاريخ المفصل بالنسبة لحالة المريض تتضمن including the onset of and the duration of symptom. بداية ومدة الأعراض. Any previous treatments. كذلك العلاجات السابقة المستخدمة. And any allergy or sensitivity. أي تحسس أو حساسية سابقة. Assess the affected skin for signs of redness. كذلك تقييم المنطقة المتضررة من الجلد لأي علامة لإحمرار inflammation التهاب itching حكة blister بثور or others skin change. كذلك أي تغيرات أخرى على الجلد. Assess the patient general health status. كذلك تقييم الحالة الصحية العامة للمريض including any underlying medical condition. تضمن طبعا أي مشكلة صحية طبعا مصاب بها المريض. Medications أي أدوية يتناولها المريض. And allergy أي حساسية أو نوع من أنواع الحساسية للمريض. Nursing diagnosis بالنسبة للتشخيصات أو المشاكل التمريضية. عندنا أولا impaired skin integrity مشكلة في سلامة الجلد. Related to contact with the irritants or allergy بسبب التلامس مع المهيجات أو المواد أو الأمور المسببة للحساسية. النقطة الثانية disturbed body image صورة الجسم المضطربة أو اضطراب صورة الجسم. Related to visible skin lesion بسبب آفات الجلدية المرئية. Risk for infection الخطر من الالتهاب. Related to excoriations and breaks in the skin بسبب السحشات والتكسرات الموجودة والتشققات الموجودة في الجلد. Risk for impaired skin integrity خطر ضعف سلامة الجلد. Related to frequent scratching and dry skin بسبب الخدش المتكرر وجفاف الجلد. Nursing interventions بالنسبة للإجراءات التمريضية راح يتم التعامل مع كل nursing diagnosis على حدة. مثلا impaired skin integrity الخطوات اللي تتضمنها هذا التشخيص هي عدة أمور تقييمية وتثقيفية وعلاجية. كذلك بالنسبة للثانية disturbed body image هم كذلك راح تكون أمور تقييم وتثقيف وعلاج لهذه المشكلة. موضوع الثالث هم كذلك risk for infection أمور تقييمية وكذلك تثقيفية وعلاجية. وأخيرا risk for impaired skin integrity الأمور هم راح تتضمن كخطوات علاجية أو لحل هذه المشكلة يكون الأمور تقييم وتثقيف وعلاج لهذه المشكلة.